مباراه الاسيوط لازم اكلمك عليها، مباراه قادمه في البرنامج التدريبي من الاسيوط في راحه، في راحه فعلا ولا في بكره عندنا راحه. فرقه الاسيوطي برضو هو نفس العنوان اللي بنقوله، نفس الفكر اللي بنفكره كلنا كفرقه جهاز فني ولاعيبه نادي بشكل كبير. الاهلي اسمه كبير والاهلي اسمه عظيم، لكن كمان عشان اسمه ومكانته لازم يفكر ان هو بيحترم كل الناس، بيحترم كل اللعيبه واوقات بيحترم كل الانديه، سواء كانت اللي لها تاريخ كبير في عالم كره القدم المصريه او المحليه يعني بشكل عام، او حتى اللي لسه طالع. الاسيوط شكل مختلف، عنده فرقه كويسه، عنده فرقه منظمه، عندها شكل كويس، بتلعب كويس مع الفرق الكبيره على الفرق. تعادلت مع مصر المقاصه وكانت كسبانه لحد اخر 7 دقائق، تعادلت مع ام بي وكان ليها برضه يعني بعض المحاولات على المرمى، خسرت من مصر المقاصه او اسف خسرت من مصر 2-1، فهي لها شكل كويس، بتعرف تكسب وبتعرف تتعامل مع الفرق الكبيره بشكل كويس، لازم نحترمها لازم نقدرها. ان شاء الله يا رب نكون موفقين في التعامل معاها والتحضير للقاء. شكرا.